اللي يسألون عن شريحة الانترنت الدولي فلكسي روم موجودة في اتشنس، خلنا نوريكم اياها. هذه هي الشريحة، سافر وانت مطمن، احدث شريحة انترنت دولي. هذه الشريحة تلزقها على خطك الاساسي وتركبها بالتلفون نفس المكان راح تركب. الحين ركبنا الشريحة، تشوفونها لازقة على شريحة الخط الاساسي. الحين هذا التطبيق مال فلكسي روم، الحين شو صار عندك؟ صار عندك 140 شريحة داخل شريحة واحدة ومعاها خطك الأساسي. الحلو بالشريحة أن ثلاثة أرباع الدول شغالة عندهم خدمة الفورجي، بالإضافة إلى أنك تقدر تشبك هوت سبوت، يعني تقدر تخلي أحد غيرك يشبك عليك واي فاي. حاطي لك هني الدول، تختار الدولة اللي أنت تبيها، مثلا نختار تركيا، نبي مثلا نختار 15 جيجا، نختار التاريخ نبي 30 اليوم. بعدها يا تدفع بالفيزا او تزور الشباب هني وتدفع لهم بالكينت او كاش. طريقتها سهله، وبعدها راح يشتغلوا وياك اوتوماتيك من اول ما توصل للدوله اللي انت طابها. اذا نبي نقارنها باسعار الخطوط العالميه، في دول ارخص وفي دول نفس السعر، بالاضافه ان في عروض هني يحطوا لك عروض بصفه دوريه عشان تستفيد من الباقه بسعر اقل. هذه الشريحه كم سعرها؟ 5 دولار. وفي توصيل؟ في توصيل. واذا برا الكويت؟ عن طريق الموقع. هذه هي شريحة فلكسي روم، راح أحط لكم الحين الموقع والإنستغرام وأرقام تلفوناتهم.